السلام عليكم اهلا وسهلا بكم طلاب الخامس الادبي في درس جديد من دروس علم الاقتصاد. عزيزي الطالب تطرقنا في الدرس السابق على الطلب والعرض وعلى جدول العرض ومنحنى العرض ومحددات العرض في اسعار المنتجين، عدد المنتجين، التكنولوجيا المستخدمه، ضرائب ومعونات حكوميه. الان نتطرق لهذا اليوم إلى مرونة العرض السعرية، عزيزي الطالب نقوم الآن بتعريف مرونة العرض السعرية، ما هي هذه المرونة؟ هي درجة استجابة الكمية المعروضة من سلعة للتعبير للتغير الذي يحدث في سعرها. إذا مرونة الطلب السعرية عزيزي الطالب هي درجة الاستجابة لهذه الكمية المعروضة من سلعة للتغير الذي يحدث في سعرها. إذا هذه الدرجة لمرونة تكون محددة بأنواع على النحو الآتي أولا ما هذه الأنواع إذا كانت واحد إذا كان تغير الكمية المعروضة لدرجة كبيرة بحيث تكون نسبة التغير في الكمية المعروضة أكبر من نسبة التغير في السعر ماذا يكون وماذا يحدث يحدث انه عرض السلعه مرن فيه مرونه هذه المرونه اي ان الكميه المعروضه تستجاب بدرجه كبيره للتغير الذي يحدث في السعر اذا هناك مرونه في كمية المعروضه بدرجه كبيره لنسبه التغير. ثانيا اذا كانت نسبه التغير عزيزي الطالب في الكميه المعروضه في السوق على قولنا اقل من نسبه التغير في السعر اذا ماذا يكون يكون العرض السلعه غير مرن ما معنى غير مرن ما بيمرونه ما بأخذ عطاء غير مرن ثابت نسبه التغير في الكميه المعروضه قليله إلى نسبة التغير في السعر، فيكون هنا عرض السلعة عزيزي الطالب غير مرن. أما إذا كانت غير مرن، غير مرن، إذا هناك تغير بدرجة، كما قلنا في النقطة الأولى، بدرجة كبيرة، نسبة التغير يكون أكبر من نسبة التغير في السعر. يكون عرض السرعه مرن عرض السلعه مرن لكن في النقطه الثانيه عزيزي الطالب نسبه التغير بالكميه المعروضه اقل ما معناه اقل يكون غير مرن ما بين السعر وعرض السلعه المعروضه ناتي الى النقطه الثالثه نقوم ب اذ كانت نسبه التغير في الكميه المعروضه انتبه عزيزي الطالب الى هذه النقطه الثالثه اذا كان نسبه التغير في الكميه المعروضه يساوي نسبه التغير في السعر يكون العرض هنا متكافئ المرونه اي يساوي الكمية السعر الكميه المعروضة وتقاس عزيزي الطالب هذه النسبة من الكمية المعروضة بتساوي نسبة التغير في السعر فيكون العرض متكافئ المرونة إذا عزيزي الطالب تقاس هذه المرونة العرض باستعمال قانون آتي ما هو هذا القانون عزيزي الطالب إذا تقاس مرونة العرض بقانون هذا القانون هو إي إس يساوي لي التغير بالكمية على الكمية تقسيم التغير في السعر على السعر إذا هنا كذلك عزيزي الطالب يوجد تفسير ثاني للقانون الأول ما هو هذا التفسير عزيزي الطالب؟ إي إس ما معناته إي إس مرونة العرض السعرية تساوي سعر الثاني مطروح من السعر الأول السعر الكميه مطروح من الكميه الثانيه على الكميه الاولى تقسيم السعر الثاني مطروح من السعر الاول على السعر اذا هذا القانون عزيزي الطالب يقاس باستعمال قانون أو مرونة العرض وهذا هو القانون إما يفسر بالقانون الأول أو تفسيره بالثاني إذا نأتي الآن عزيز طالب إلى تفسيره إس مرونة عرض سعرية برايس سعر السعر الأصلي للسلعة كواليتي كمية معروضة من سلعة من كمية معروضة أصلية دلتا كيو تغير في ماذا؟ في الكمية المعروضة. دلتا برايس، دلتا بي، تغير في السعر. نلاحظ عزيزي الطالب أن هذا القانون عندما يأتيك في الامتحان لابد من كتابته وكتابة القانون ثم تفسير هذه المعادلات للقانون مرونة السعر إذا إحنا عزيزي الطالب نلاحظ أن مرونة العرض تكون دائما موجبة هذا يعود إلى هناك علاقة طردية ما بين سعر السلعة والكمية ال معروضة والعكس وعلى عكس مرونة الطلب السعرية إذ تكون سالبة دائما، لماذا سالبة؟ لأن علاقتها عكسية إذا ارتفع السعر قلت الكمية. عزيزي الطالب إن مرونة العرض السعريه تقاس بكميات معروضه وهذه الكميات المعروضه بنسب التغير في السعر والتغير في الكميه المعروضه. اذا عند تفسير هذا القانون يجب عزيزي الطالب تفسيره تفسير وافي وكامل في امتحانك ويبين لك مرونة العرض السعرية السعر الأصلي للسعر للسلعة الكمية المعروضة عزيزي الطالب عليك تنتبه في الامتحان لأن هذه المادة دسمة ويبين لك أنه العرض والطلب وهناك اختلاف ما بين العرض وما بين الطلب. العرض دائما يكون موجب يخص الطلب دائما يخص المستهلك المشتري، أنت المشتري. لكن العرض يخص منتج ما بس المنتج. منتج لمؤسسة، لشركة، لبائع. إذا هناك علاقة طردية. ما بين الكميه والسعر المطلوب من حيث العرض اي عرض السلعه والكميه المطلوبه في السوق عزيزي الطالب الى هنا ينتهي درسنا الى هذا اليوم لكم مني اطيب الامنيات مع السلامه